من الابطال الموهوبين في هذه الرياضه، و باش نزيدو نعرفو اكثر نخليه هو، ما كاينش اللي غادي يقدر يعرف لينا به اكثر منه هو، دونك يعطيكم واحد النبذه على الرياضه، على الرياضه وعلى على على الشخصيه ديال البطل. شكرا خويا سي محمد، تشكر كاع الاطفال اللي كاينين معنا هنايا، وهذا شرف لي يعني نكون معكم اليوم في السونتر ديال شيبو، وان شاء الله غادي نعرفكم شويه على واحد الوقت عندي انا وغيرها، ان شاء الله غنعرفكم شويه في هذه الرياضه ديال ديفونس، وشكون انا، وكيفاش درت هذه الرياضه هذه، وشنو هما كيفاش توصلت ليها. فوالا، اول حاجه معك مانوار سليم، مقيم في فرنسا، حاصل على عده احزمه سوداء، يعني ما عنديش غير سي ديفونس، عندي ترويزيام دان دو كاراتيه، ترويزيام دان دو لاكيدو، بروميير دان دو كيمبو، بروميير دان دو تايكواندو، دوزيام دان دو كراماغا، اي بروميير دان دو تايجوتسو. يعني هاد الرياضات هادو يعني بجوج احزمه، يعني ترويزيام دان دو كاراتيه بلس ترويزيام دان دو لاكيدو، هي باش دخلت هاد الرياضات سي ديفونس في السونتر ديال البوليس في فرنسا، باش تعلمت هاد الرياضه هادي. هاد سي ديفونس شنو هو؟ سي ديفونس فهي رياضه اختصاصها ماشي فنون الحرب، فنون الحرب بوحدها و سي ديفونس بوحدها. فنون الحرب هي الرياضة اللي بحال دابا الكاراتيه تنلعبو مع الكاراتيه في الكومبا، سي ديفونس ما هو الرياضة تنديرو بها تنحملو على راسنا بها في الزنقة، يعني في الواقع دفاع النفس، كيفاش تنحاولو وقع لنا مشكل في الدور وتندافعو على راسنا. هادشي اللي غادي نشوفو معايا أستاذ محمد ترويزيام دان دو لايكيدو، حاضر معايا صفيقة إليه. غادي نشوفوا كيفاش، ما هو واقع، يعني ما كاينش شي حاجه ديال السينما ولا لا، شنو تيوقع لنا في الزنقه غادي نشوفوا دابا، يعني كيفاش شدنا الواحد، كيفاش ما عرفناش شنو كاين، يعني حنا بزاف ديال المسائل تيوقعوا في الزنقه، وانتم كلشي تيكون عارف هاد المسائل، يعني كلشي تيقول لك انا راه شدني واحد من راسي، ولا شدني من اللور، ولا حكم عليا، ولا وقف عليا هكا، ولا هادي. غنشوفوا الطرف كيفاش نحاولوا ندافعوا على راسنا بطريقه فنيه وسهله. مستعدين؟ اش بغيتي تقول لي؟ تدوي تفك منه ولا كان صحيح بحال محمد بحال هكا، كيفاش غنتفك منه؟ سيت ديفونس شنو تعلمنا سيت ديفونس؟ سيت ديفونس عندنا كاين واحد التكنيك تنخدمو حنايا، يعني كاين ليزافوي بحال الفوت، عندنا ليزافوي، عندنا لي شونغ ديريكسيون، عندنا لا رابيديتي، عندنا تي فوا شي واحد سيكون واحد داير سيت ديفونس باغ اكزومبل باغ شد هنا اوتوماتيكمون كنحكم يدو بحال هكا باش نتلفو باش الخيل واخا يكون صحيح، سوا طق نضربو هنا سوا نيف ابخي غير باش غير تتلفو بها ابخي ساهل باغ فوالا عندو الموس هاز معاه الموس كيفاش غيدير ليا واش منين بيع ليا، يعني كاع تنعرف واش غيضربني، يعني كاين شي يعني تلقى بحال هكا تعرف ان مازال ما غيضربش، ولكن شي عند شي واحد هكا فوالا يا يبقى قبل ما نديرو هادو هما ماشي شتي بحال هكا سي ميم كان سي ميم كلي شد انا سي ميم كلي هادي هنا سوا ديري نفس الطريقه با با سوا ديري ها با فوالا تضرب باش تخي هنايا تضرب هكا شي يسوف خاش البلاصه هادي تضرب باش يسوف ودير راه يسوف البلاصه 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 تقدر نهرس هادي هاي دابا نفس الطريقه عاد اسف با وتتكي هنا لا بغيت نهرس هنا شكرا استاذ ممكن تضرب هنا او تضرب تضرب في الوجه هشام يعني غير باش نسمكو في الودن غير هاد الطريقه ديال الودن هكا شويه الطريقه ديال الودن بحال هكا غادي ديرونجي تتسمكو يعني ما كاينش با تخاش منها با تضرب هكا عرفتي كيما تقول با بحال هكا شدها هاني اوكي هوب سهلة إلا كاين شي واحد صحيح دو هنا تحيدي فوالا ها انتما يعني ان شاء الله تشتك شي حاجة بحال هكا غادي تنشوفوا الطريقة هادي
هنايا سوسة خرجت لي من لوراني هكا باش نطيحوك باش ندير يعني الثانية تجي هنايا تبقى شاد هكا وتلمينا أنا وياك تجي من اللور ما تيبغوش هذا ها شتنجي شتنجي هنا لا شو تنضرب هنا باش يطيح هوب هنا الودن الرقبة يضرب الرقبة تنزرق هنا هوب سلاكري بوم تيجي هكا إلا ما جا سلاكري قلت لي هكا نهزو بيها انا هكا نقدر نهزو بيها ونهزو هوب وغادي